أهلا فيكم برج القوس في قناتي. راح نشوف توقعاتك العاطفية. طبعا طاقات القراءة مفتوحة، يعني ممكن القراءة تنطبق عليك فترة أسبوعين أو شهر أو أكثر، بيختلف من شخص إلى آخر. والقراءة أيضا عامة، يعني مش راح تكون للجميع، ولكن في ممكن يكون بالفيديو رسالة أو إشي معين ممكن تستفيد منه. خذ من القراءة الأشياء اللي هي إيجابية أو الأشياء اللي هي بتخدمك وبتفيدك، واترك الأشياء اللي بتحسها ما بتفيدك أو ما بتخدمك، لأنه ممكن تكون الرسالة موجهة إلى شخص آخر. راح نشوف بالقراءة طاقتك وطاقة الشخص الآخر في الوقت الحالي، وشو ممكن يكون سبب الخلافات بينكم حاليا، أو الحواجز العوائق اللي بتواجهكم بطريقكم، وأيضا خطواتك وخطوات الحبيب في المستقبل، ومصير العلاقة بينكم في المستقبل. أوكي، نبلش أول إشي برج القوس بطاقتك الحالية. نشوف طاقتك حاليا برج القوس. أول إشي يطلع لك كرتك Temperance اللي هو بيتبع برج القوس، بمعنى انه انت طاقتك حاليا عم بشوفك افضل من الماضي، او في تطور افضل من الماضي، لانه انت بطاقتك النارية بمطرحك عم بشوفك ايضا عم تحاول تستخدم طاقة الجذب او المانيفستيشن. عم بشوفك مركز كتير على روحانياتك ايضا بهالفترة. هالكارت مع هالكارت بيرمز الى انك عم منطوي عن بعض الأشخاص حاليا، أو منعزل عن بعض الأشخاص حاليا بحياتك، من أجل إنك تبحث على روحانيات أو تركز على روحانياتك، على تطوير ذاتك. عم شوف في تناقضات عم تحس فيها مع شخص معين، الشخص ممكن حبيبك اللي عم تتعامل معه، عم تحس إنه وزن العلاقة صار كتير بيثقل عليك. عم تشوف انه العلاقة بينك وبين هالشخص فيها ضغط نفسي كتير عالي، وايضا عم تحس انه تحتاج انك تثبت حالك لهالشخص، لانه حبيبك محوط باشخاص اخرى حواليه، فعم تحس بنوع من المنافسة لحتى تكسب هالشخص او لحتى يركز عليك. بشوفك أيضا نايت اوف كابس، في عندك عرض حب صغير بدك تقدمه لشخص معين في حياتك، ممكن يكون هالشخص اللي عم نحكي عنه، أو ممكن يكون شخص جديد في حياتك، ولكن عم شوف برج القوس في عندك عرض حب أو عرض مصالحة أيضا بدك تقدمه لشخص معين. عم شوفك عم تحاول تركز على حالك أكثر بهالفترة لحتى تستشفي. بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك، عم شوف في إشي كتير بخاطر هالشخص مش عم يحكي فيها. الكارت say what you mean بيخبي عنك هالشخص كتير مشاعر تجاهك. Knight of Cups، اغلب الكروت اللي طلعت هون كروت كابس او مشاعر، ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه برج مائي، ولكن مش بالضرورة طاقته في الفترة الحالية هي طاقة مائية كتير، طاقة فيها ايموشنز او فيها مشاعر كتير. فهالشخص فيه عنده اشياء كتير من الناحية العاطفية خايف انه يحكيها لإلك. عم شوف عم يفكر فيه كتير، عم يسرح بالتواصل اللي بينكم أو العلاقة اللي بينكم كتير، ولكن مش عم يحكي فيها. الصورة اللي بيظهر فيها لإلك الشخص إنه شخص متمكن، وإنه شخص ما بيأثر فيه أي إشي، ولكن الطاقة الداخلية إنه هو بيحس انه انرفض، او التواصل بينك وبينه انرفض، او حتى ممكن اذا هالشخص عم تيجي عروض حب
من أشخاص أخرى عم شوف إنه مش متحمس للفكرة أو مش متحمس للعروض اللي عم تقدم لإله، لأنه عم يطلع على كاسة واحدة فقط، عم يطلع على شخص معين، على الشخص عم يطلع عليك ومش عم يحكي لك هالشخص، يعني مستعد إنه يظهر بهالصورة ولكن ما يحكي لك إنه هو بده التزام، بده علاقة مستقرة، بده علاقة جدية. أيضا عم شوف إنه هالشخص شخص كتير عاطفي أو شخص كتير حساس، الشخص اللي بتتعامل معه. بالنسبة لشو ممكن تكون سبب النزاعات أو الخلافات اللي بينكم في الوقت الحالي، نشوف في شخص بالتواصل بينكم أو في طرف بالتواصل بينكم إذا علاقتكم علنية، في شخص مسيطر على الشخص الآخر أو في شخص بده يفرض سيطرته على الشخص الآخر أو بده يبين إنه هو المتحكم بالشخص الآخر. أيضا ممكن تكون طبيعة العلاقة بينكم في شخص أكبر من شخص، يعني في عندكم اختلاف بالسن، أو أيضا ممكن تكون الشخص اللي عم تتعامل معه شخص submissive، أو أنت الشخص اللي متحكم بزمام الأمور أو زمام العلاقة أكثر من الشخص الآخر، بمعنى إنه الشخص الآخر بطبيعته ما بيحب ياخد قرارات، على عكسك أنت عم شوفك أنت من النوع اللي بيحب ياخد قرارات، إذا بدك إشي بتسعى لتجيبه. هالشخص شوي متحفظ فبيترك الاختيارات أو الاستنتاجات بالأمور الصعبة بيخليها عليك. في بعلاقتكم طرف، في شخص معتمد على الشخص الآخر أكتر، ممكن يكون عاطفيا، ممكن يكون ماديا، في codependency، في حدا معتمد على الشخص الآخر أكتر. أيضا عم شوف إنه في طرف هون مركز على نقطة أو صورة معينة من العلاقة فقط، مش عم يشوف الصورة الأكبر بالعلاقة. ممكن التواصل بينكم أيضا يكون روحاني كتير، لأنه عندك Three of Pentacles، أشخاص عم أو هالشخص عم يبني، ولكن عم يبني في كنيسة، بمعنى إنه ممكن علاقتك مع هالشخص في منها هدف روحاني. يعني ممكن يكون التواصل بينكم له هدف أكبر من فقط إنه يكون تواصل يعني عادي أو عام. عم نشوف أيضا التغيرات اللي عم تمروا فيها اتنيناتكم صعبة، لأنه بالأغلبية هي تغيرات روحانية. The Death card تحكي عن transformation، تحول بالشخصية، ولكن عادة هالتحولات أو هالتغيرات بتكون تغيرات مؤلمة. أيضا عندك Queen of Swords، فالطاقة المشتركة بينكم طاقة كتير باردة، كتير حادة، كتير كتير بتوجع، وفي صمت ما في حكي. ولكن بتوقع انه انتو الاثنين عم تفهموا انه التواصل بينكم تواصل روحاني او في منه هدف اكبر. ممكن ايضا هالشخص يكون اظهر فيك وانت اظهرت فيه مخاوف داخلية، يعني مخاوف تكون او تراما او صدمات يكون مر فيها الطرف الآخر من هو صغير، فعم تطلع عندك أو عم تطلع عندكم هون بالطاقة المشتركة بذا ديث كارد. ومنشان هيك
بتحس انه علاقتكم او تواصلكم مع بعض، انه انت وهالشخص وكأنه في بينكم مثل المراية، عم تشابهوا بعض بالتصرفات، عم تشابهوا بعض بالطاقات، ايضا عم شوفك عم تحس بطاقة هالشخص وهو ايضا عم يحس بطاقتك، ولكن ما في اي حكي. التواصل بينك وبين هالشخص في الفترة الحالية عم شوفه روحاني بحت او غير مباشر بحت، بمعنى انه اذا في بينكم سوشيال ميديا، ممكن هالشخص عم يحط في صفحته اشياء بتخصك، او انت تحط بصفحتك اشياء بتخص هالشخص، ولكن ما في حكي مباشر بالموضوع. عم شوف انه اظهار المشاعر بينكم عم يتم بطريقة غير مباشرة، لانه في خوف من هالعلاقة، في خوف من هالتواصل، في خوف من جهتك، عم تحس انه بدك تتنافس مع اشخاص اخرى او بدك تثبت وجودك، في خوف من هالشخص بالرفض او خوف من انه ينرفض بها العلاقة، او هو عم يبحث عن اشي اكبر بكتير من اللي ممكن تقدمه لإله حاليا. فعم شوف انه انت وهالشخص روحانيا عم تكبروا مع بعض، برغم انه انتو مش بعلاقة مع بعض. التواصل بينك وبين هالشخص مثل ما حكيت روحاني بحت، يعني الأغلبية منكم مش عم تتواصلوا مع هالشخص، ولكن عم تحس بطاقة هالشخص، وهو أيضا عم يحس بطاقتك. في بينكم تفاهم صامت. بالنسبة لخطواتك القادمة في المستقبل، عم شوف البعض منكم اللي كان في عندك خوف من إنك تقدم عرض حب لشخص معين أو لهالشخص، عم شوف إنه رح تجيك الشجاعة الكافية لحتى يصير في بينكم نوع من النقاش أو بداية جديدة بينكم، لأنه في بالمستقبل عندك بدايات جديدة من الناحية المادية وأيضا العاطفية، أو المادية أو العاطفية، أو البداية الجديدة مع هالشخص رح تكون فيها جدية أكتر، لأنه Ace of Pentacles ورقة أو عملة النقود طاقة أرضية، طاقة بطيئة بالتحرك، ولكن طاقة ممكن تعتمد عليها. يعني عم شوف أيضا إنه الأغلبية منكم في عندك استعداد إنك تحط مجهود في العلاقة. عم شوف عندك أغلب الأوراق اللي طلعت أوراق أرضية، برغم إنه طاقتك كبرج القوس نارية، إلى إنه عم شوفك في المستقبل خطواتك وتحركاتك رح تكون، أو أنت رح تختار إنه تدرس تحركاتك مع هالشخص أكتر، أو تتمهل باتخاذ أي قرار تجاه بما يخص علاقتك مع هالشخص أو تجاه هالشخص. بالنسبة لخطوات الحبيب بالمستقبل، عم شوف إنه عنده King of Cups، فالشخص اللي عم تتعامل معه بين إنه شخص كتير عاطفي، شخص كتير بيخبي مشاعره أو بيحب يحافظ على مشاعره، ممكن بيحكم على الأمور بقسوة لأنه دائما بيحس إنه مهاجم. عم شوف أيضا الأغلبية منكم عم أنت منجذب إلى هالشخص بطريقة جسدية كتير عالية، وممكن يكون هاد واحد من الأسباب اللي مخلي هالشخص محافظ على نفسه أو خايف من العلاقة.
بالنسبة لتطوراته بالمستقبل، عم شوف في عنده تقبل أكتر من الناحية العاطفية تجاه علاقتكم. في عنده مشاعر كتير، ولكن هالشخص عنده مشكلة بالحكي أو عنده مشكلة بالتعبير، لأنه دائما بيحس إنه مهاجم. ممكن أنت عم تحس نفس الإشي، وممكن هالشخص عم يحس نفس الإشي، إنه في دائما عوائق بطريقكم تجاه بعض. بدي أكمل بطاقة هالشخص. مثل ما حكيت لك، دائما بيحس أو بياخد طريقة بالدفاع عن حاله تجاهك، فأنت بتحس إنه هالشخص كتير منغلق على حاله، ولكن عنده كارت تمبرنس أو الكارت اللي بيخص برج القوس، نفس الكرت اللي عندك. فهو أيضا هالشخص عم يشوفك wish fulfillment، أو عم يشوفك أمنية عم تتحقق، أو عم يعتبرك soulmate، لأنه مبين إنه هالشخص عم يفكر فيك كثير، بما إنه طاقتك ظهرت بطاقة هالشخص بالمستقبل. تحركاته بالمستقبل ممكن يكون شوي منطوي على حاله هالشخص من اللي مبين هون، أو في عنده صعوبة بالتعبير، أو رح يكون في عنده صعوبة بالتعبير عن مشاعره بهالعلاقة وتجاهك. بالنسبة لطاقتكم بالمستقبل، أو الطاقة المشتركة بينكم بالمستقبل، عم شوف إنه أنتو طيب، في عندكم أكم من شغلة هون. برج القوس، أنت وهالشخص عم تمروا بتغيرات كتير كتير سريعة، ولو كانت على السيرفس ليفل أو على الوضع الظاهر ثابتة، إلى إنه بيئة الشخصية وبيئة المشاعر عم تمروا بتقلبات وتحركات كتير سريعة. عم شوف إنه أنتوا الاثنين بالمستقبل راح تمروا بفترة إنه عم تحس أو راح تحسوا إنكم مربطين، لأنه بدكم بعض. عم شوف إنه أنتوا الاثنين عم تفكروا بعلاقة جدية بالمستقبل، وبدكم ارتباط جدي والتزام جدي. مبين انه انتو هون الكروت اللي طلعت عم تستنوا تسمعوا خبر من الشخص الآخر، او عم تستنوا الى نوع من التواصل، لانه من الناحية العقلية ومن الناحية الجسدية ايضا ومن الناحية الروحانية هون عندكم تواصل قوي مع بعض، وفي عندكم فهم عميق تجاه الطرف الآخر. لأنه The Empress هاي امرأة في عندها شخص عنده sympathy أو عنده تعاطف تجاه الأشخاص الأخرى، فبطاقتكم المشتركة مبين إنه أنتو برغم اللي عم تمروا فيه حاليا، إلى إنه في نوع من التسامح. حتى إذا الأمور ما زبطت معكم، عم شوف إنه أنتو في عندكم فهم أكبر للعلاقة. أيضا عم شوف في بينكم ممكن يصير تواصل بالمستقبل، لأنه عندك Page of Pentacles، شخص بيكون حامل نوع من الرسالة، أو في عنده رسالة معينة بده يحكيها لإلك. وبما إنه طاقتكم المشتركة، عم شوف إنه في عندكم حكي بدكم تحكوا لبعض، وممكن يصير أغلبيته عبر التليفون أو عبر نوع ما من التواصل على السوشيال ميديا، لأنه هالكرت بيكون شخص حامل رسالة معينة. فبالأغلبية لإلكم رح يكون عبر السوشيال ميديا. طيب بدنا نشوف هالشخص شو هي الرسائل اللي بده يحكيها لإلك. في وحدة هون كرت طلع، فمبين حبيبك بده يحكي كتير، لأنه أنا عادة بسحب
خمس أوراق، ولكن في أوراق زائدة طلعت عندي. I notice signs aligned with you. فهالشخص بحياته بيشوف رسائل أو بيشوف إشارات أو بيشوف أشياء بتذكره فيك أو بتذكره بالتواصل أو بالعلاقة اللي بينكم. Music gets me in my feelings when it comes to you. فهالشخص بس يسمع أي أغنية معينة أو بس بيكون بيسمع أي أغنية، أو بس أنت تسمع أي أغنية أو تحط أي خبر عن إشي معين أنت تكون مهتم فيه، هالشخص بيحط هالطاقة عليك أو بيفكر فيك كتير بس يسمع أغاني بالتحديد. I remember every fine detail of every moment I laid eyes on you. فهالشخص بتواصلكم بيتذكر جميع التفاصيل الصغيرة من اللحظة اللي تعرف فيها عليك أو صار في بينكم تواصل. هالشخص بيتذكر كل إشي حكيتوه مع بعض، كل حدث صار في بينكم، كل تواصل، بيتذكر كل إشي. I am not sure what I want right now. فهالشخص ممكن يكون في عنده لخبطة بحياته، إنه هو مش متأكد شو هو بده بحياته حاليا، فهو بده يكبر من الناحية الروحانية أو بده وقت ممكن مستقطع لحتى يفهم شو هدفه بالحياة أو شو خطوته القادمة أو شو بده يساوي يعني بالمستقبل. I am not interested in anyone else. فللبعض منكم اللي ممكن مثل ما حكينا عم تحس انه في منافسة بحياتها او في عندها الشخص اللي عم تتعامل معه اشخاص اخرى، عم يحكي لك انه هو غير مهتم باي شخص اخر، حتى لو كان ممكن على العلن بتحس او بتشوف انه في هالشخص في عنده معجبين او في اشخاص بدها تحكي معه، الا انه غير مهتم بأي شخص آخر. أيضا عندك مثل ما حكيت لك Four of Cups، حكيت لك إنه إذا في عنده أي عروض أخرى من أي أشخاص أخرى عم يرفضها، مش مهتم فيها لأنه حاط عينه عليك وعلى التواصل. بعد I talk about you only to those who matter to me. فهالشخص بيحكي مع الأشخاص المقربين منه عليك، أو بيطلب المساعدة، بيطلب المشورة، بيطلب النصيحة، بيشوف شو هي الخطوة القادمة اللي ممكن يساويها معك بهالتواصل. فهالشخص بيحكي عنك بس يعني عند أصدقائه أو الأشخاص اللي بيوثق فيهم، يعني أنت دائما على باله. You need to choose what you really want. فهالشخص أيضا بيحس إنه أنت ممكن تكون ملخبط أو أنت ممكن تكون ما بتعرف شو بالضبط اللي بتريده، أو إذا بدك علاقة عامة، هالشخص عم شوف إنه هو ما بده علاقة عامة، بده يعني للبعض منكم بده علاقة جدية، أو إذا في طرف ثالث بحياتك وهالشخص بيعرف فيه أو بيحس إنه ممكن في عندك طرف آخر بحياتك، بيحس إنه بده إياك تختار الإشي اللي أنت بتريده. عم شوف هذا هو واحد من الأسباب اللي خلى هالشخص يسحب حاله عنك من هالتواصل، لأنه بده إياك أنت تتوقع اللي تجيب برضاك، أو ما بده يفرض أي إشي على التواصل. فمشان هيك في بينكم صمت، الأغلبية منكم عم شوف انه مش عم تتواصلوا مع بعض نهائيا، ولكن في يعني التواصل بينكم غير مباشر. بدنا نشوف اخر اشي كروت النصيحة اللي ممكن تستفيد منها. طيب انت بهالفترة بالفترة الحالية عندك
بدك تتعلم انك توثق بحدسك، لانه بيحكي لك انت انتويتف، يعني انت عندك حدس داخلي قوي، فبدك you go within، يعني انظر الى الداخل، شوف شو هي الدروس اللي ممكن تتعلمها من حالك، بس تاخذ وقت مع حالك وتعكس شو رغباتك، شو قلبك بيريد، إذا بتحتاج تسوي مديتيشن أو تأمل، إذا بتحتاج إنك تدعي أو تصلي، ولكن خلي في عندك صبر تجاه حالك إذا أنت مشوش أو في عندك صعوبة باختيار أي قرار. أيضا البعض منكم اللي عم يحس إنه ما في عنده قوة أو ما في عندك الثقة الكافية، اعتمد على الله، لأنه في عندك مساعدة إلهية. وإذا حسيت إنه البعض منكم ممكن تكون عم تحس إنه عم تتنازل أو عم تضحي من حالك كتير من أجل شيء معين، ممكن يكون ما إله دخل بالعلاقة هاي أو مع هالشخص هذا، ولكن بحياتك بالمجمل بدك تتعلم إنه تحكي لأ لبعض الأشخاص اللي بتحس إنه ممكن عم يستغلوا طيبتك أو عم يستغلوا وضعك بإنه أنت ممكن تكون نفسيتك مش كتير منيحة. أيضا المشاكل اللي ممكن تصير بينك وبين أشخاص أخرى ممكن تكون بسبب unresolved inner conflict أو مشاكل داخلية بينك وبين حالك مش محلولة بدك تحلها. فهالكرتين مع بعض تقريبا نفس الرسالة، من أجل إنك توجد السلام بدك تعكس على حالك من جوا. حتى هالكرت بيحكي لك it's a great time for spiritual growth، تطور روحاني، رح تمر بتغيرات مبين انت وهالشخص. برج القوس رح تمر بتغيرات، رح تمر بتطور روحاني كتير عالي بالمستقبل، عم نشوف تغير كتير كبير. فحتى لو ما انتهيت مع هالشخص، عم نشوف انه انتو الاثنين طلعتوا ببعض اشياء، مخاوف كانت فيك ومخاوف كانت فيه، ولكن هاي كانت هي الشرارة اللازمة لحتى يصير في تطور وفي نضج وفي حكمة ممكن تكتسبها من الدروس اللي صارت مع هالشخص وبها التواصل وبحياتك وبالماضي. Be willing to accept help from others، فخلي عندك قابلية إنه تتقبل نصائح من أشخاص أخرى، لأنه في أشخاص ممكن أيضا عم يحاولوا إنه يعني يساعدوك بطريقك الروحاني، وهالشخص واحد منهم، الحبيب اللي أنت عم تتعامل معه. ف عم شوف لبرج القوس في شغل كتير بالروحانيات بينك وبين هالشخص، ولكن حكيت لك الرسائل اللي هالشخص بده يحكيها لإلك. بيحتاج صبر التواصل بينك وبين هالشخص، بيحتاج فهم، ومبين انه انتو ممكن يكون ايضا في بينكم تواصل بالموسيقى، او انت بس تشوف، او في عندكم ذوق مشترك بالموسيقى ممكن. فهالشخص حاليا مشوش ولكن مش مهتم بأي شخص آخر، لأنه مركز على التواصل هذا، ولكن بنفس الوقت في عنده فهم إنه في بعض المشاكل بينكم ممكن تكون أنت مو بسببها ولا هو بسببها، ولكن تحتاج إلى التصليح. والشخص عم شوفه في عنده الصبر الكافي، وانت ايضا في عندك الصبر الكافي، عم تعطوا بالمجمل، عم تعطوا لبعض وقت مستقطع لحتى يصير في تطور من الناحيتين، حتى بس تلتقوا او بس يصير في ريونيون مع بعض وتحكوا مع بعض مرة اخرى، يكون التواصل افضل مما كان بالماضي، يكون ما في
اختلافات مثل ما كان بالماضي، يكون في فهم ونضج أكبر. أوكي حبايبي برج القوس، كانت قراءة طويلة شوي بس حسيت في أشياء كان بدي أحكيها. إن شاء الله تكون القراءة أفادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا.